السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده احنا هنتكلم على بقيه المحاضره نمره 6 اللي هي بتاعه الستيت سبيس. احنا وقفنا اخر مره ان احنا كنا نتكلم على موديلنج اوف الكترو ميكانيكال سيستم. تمام، ايه هو الالكترو ميكانيكال سيستم؟ ده بيبقى سيستم مكون من حاجتين، من ميكانيكال اند الكتريكال. اكتر حاجه ليها اكزامبل في الموضوع ده هو الدي سي موتور. طب تعال نتكلم على الدي سي موتور شويه. المفروض ان انتوا كلكم درستوا دي سي ماشينز، مفيش حد ما درسش فيكم دي سي ماشينز. فاحنا عارفين ان الدي سي موتور ممكن يبقى سيبريتلي اكسايتد او سيلف اكسايتد. احنا نتكلم لو الموتور هو سيبريتلي اكسايتد، بمعناها ايه؟ معناه ان الموتور بيبقى عندنا فيه ارماتشر سيركت، تمام، اللي هي فيها الارماتشر والبراشز و الامبيدنس بتاعه الارماتشر. يبقى المين سبلاي رايح من الفي، وبعد كده بيتولد ارماتشر كارنت. الارماتشر كارنت هيبتدي يحرك ايه؟ الشافت، تورك وسبيد. جميل، هنا الارماتشر ريزيستنس والارماتشر اندكتنس. تمام، جميل جدا. عشان الموتور ده يعرف يتحرك لازم هيلف ايه؟ باوميجا. واول ما اوميجا تبتدي تلف بيتكون هنا او بيتولد هنا ايه؟ باك اي ام اف اي بي. تمام جدا. الموتور ده بيتجوز من جزئين، جزء ميكانيكال ده يبقى ليه موديل لوحده، وجزء الكتريك ده بيبقى ليه موديل لوحده. ايه اللي بيربط الاتنين ببعض؟ علاقة التورك بالارماتشر كارنت. النقطة ان ما يقدرش كل ده يشتغل من غير الفيلد سيركت. بيبقى ليها في اف وليها اي اف، ليها اندكتنس طبعا، وهنا ليها ايه؟ الار اف. النقطة ان الفي اف هنا بيبقى كونستنت مينلي، فعشان كده الاي اف والفلكس بيبقى ايه؟ تقريبا كونستنت. احنا خلينا نبص على الارماتشر كارنت لان ده ارماتشر كنترولد اندكشن دي سي موتور. طيب ايه اللي هيربط الالكتريك سيركت بالميكانيكال سيركت؟ علاقه الارماتشر كارنت بالتورك اللي هي ايه؟ تي بتساوي تورك بيساوي كي تورك في الارماتشر كارنت. دي علاقه طرديه. تمام، يبقى هنا هيبقى فيه علاقة ما بين ارماتشر كرنت والتورك هي كي. تمام كده، جميل. طيب بالنسبة للميكانيكال، في علاقة ما بين التورك والسبيد اللي بتساوي واحد على مومنت اوف انرشيا S squared S sorry amount of energy في S زائد ال B اللي هو velocity factor، يطلع لي الأوميجا اللي هي theta dot. تمام، لو أنا ضربت عملت انتجريشن للأوميجا او تيتا دوت هيطلع لي ايه؟ الثيتا. تمام، حلو جدا. طب الانبوت هنا عبارة عن في، زي ما قلت هنا الاوتبوت عبارة عن ثيتا. الانبوت الفي ده يخش هنا. طب ايه علاقة الانبوت في بالارماتشر كارنت؟ يطلع ان انا لو طرحت الفي من الاي اي وقسمته على الامبيدنس دي هنا،
هيطلع لي ايه؟ الارمتشر كرنت اللي هو ايه؟ بوتنشال ديفرنت ما بين النقطة دي والنقطة دي يتقسم على الامبيدنس يطلع الارمتشر كرنت. يبقى انا لازم اطرح ال V من ال EA او ال EB يديني البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول، تمام؟ اقسم البوتنشال ديفرنس على الامبيدنس واحد على ال اي اس زائد ار اي هيديني ارماتشر كارنت. طب الاي بي دي هجيبها منين؟ علاقة الاي بي بتقول ان it is direct proportional مع الاوميجا دي اللي هي كي بي في الاوميجا. يعني لو خدت سيجنال الاوميجا كده ونزلت وضربتها في الكي بي هيديني الاي بي، ويبقى ده الموديل اوف اي دي سي موتور سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور. جميل، ده المفروض ان احنا هناخده ونجيب له موديل في الستيت سبيس بالشكل ده. طب هنعمله ازاي؟ اول حاجه لازم نحدد وات ار ذا انبوتس وات ار ذا اوتبوتس. هو في الاخر الموديل اهو، هو ده اللي طلعناه. ادي الكي بي وادي الكي تي وادي الجي، الاف هنا مكتوبه بي and so on. لازم نحدد الاول وات ار ذا انبوتس اند وات ار ذا اوتبوتس. طيب تعالى كده نشوف. احنا قلنا ان ده السيستم. طيب what are the inputs؟ الانبوت بتاعي اللي هو ال V. طب what's the output؟ ال output بتاعي اللي هو الثيتا. جميل جدا. طيب في عندي جوه some states، ايه هم دول ال states اللي بتغيروا بالتايم؟ طب ايه الستيتس هنا اللي بتتغير بالتايم؟ زي ما قلنا اول ما يحصل انتجريشن او ديفرنشيشن هيحصل ايه؟ تغيير مع التايم، زي هنا كده زي هنا كده زي هنا. يبقى اذا لو انا اخدت الاوتبوت وقلت ان ده ستيت، يبقى لما اعمل ديفرنشيشن هيبقى فيه ستيت تاني، لما اعمل ديفرنشيشن هيبقى فيه ستيت ايه؟ تالت. يبقى هنا عندي 1S 2S 3S. يبقى من الاخر كده من مبدئيا كده انا عندي 3 states. يبقى انا عندي هنا 3 states 3 state variable. تعال بقى نشوف. اول حاجة بعتبر ان ال output is a state، يبقى x1 هتبقى state theta. ال input هنا بسميه u وال output هنا بسميه y. جميل، تاني state x2 هيبقى ال differentiation اللي قبليه. اللي هو ايه؟ اوميجا او ثيتا دوت. يبقى x2 هتبقى ثيتا دوت، واللي قبلي اللي هو الديفرنشيشن اللي قبلي هيبقى ال IA. x3 هيبقى ال IA. جميل جدا. يبقى احنا كده عملنا تاني حاجة، حددنا what are the states. يبقى اللي مطلوب مننا ان احنا نطلع state equations for these states. يعني عايز اطلع x1 dot اللي هي عبارة عن theta dot، لازم اطلع لها معادلة. وعايز اطلع x2 dot اللي هي عبارة عن theta double dot، تاني معادلة. تالت معادلة عايز ال IA. عايز x3 dot
اللي هي ال i a dot. طيب هنجيبها منين؟ تعال نبص كده على الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن واضح هنا ان انا ممكن اجيب ال i a من البوينت دي، وانا ممكن اجيب الثيتا دوت من الحتة دي. ازاي يعني ثيتا دوت سهل انها تتجاب؟ ثيتا دوت هتساوي او اكس وان دوت هيساوي ثيتا دوت اللي هي اكس 2 من هنا. تمام. طب ده كده احنا جبنا اول ايكويشن، دي معناها ان اكس 1 دوت هيساوي 0 مضروب في اكس 1، 1 مضروب في اكس 2، 0 مضروب في اكس 3، زائد 0 مضروب في اليو. طيب اكس 2 دبل دوت نجيبها من المعادلة دي. البلوك ده بيقول ايه؟ بيقول ان ثيتا دوت هتساوي اي اي مضروب في كي تي على جي اس زائد بي. طب تعال ناخد ده نشتغل عليه. اي اي كي تي على جي اس زائد بي. تعال ننقل دي الناحية التانية ونضربها هنا. يبقى جي اس مضروبة في تيتا دوت زائد بي تيتا دوت هتساوي اي اي كي تي. اس في تيتا دوت دي يعني تيتا دبل دوت. هتساوي اي اي كي تي ناقص ودي بي تيتا دوت الناحية التانية بي تيتا دوت واقسم على الجي. لذيذ جدا. دي اكس 2 دوت ودي اكس 3 ودي اكس 2. يبقى انا كده جبت برضو ايه المعادلة التانية في ال state variables. يعني قدرت اجيب تيتا دبل دوت اللي هي اكس 2 دوت هتساوي 0 في اكس 1 اللي هي تيتا 1، مفيش حاجة في تيتا 1، زائد هيبقى هنا ناقص. بي على جي اكس 2 زائد كنا جايبينها هتبقى كي تي على جي في الاكس اي 3. يبقى انا كده جبت الاكس 2 دوت، جبت اكس 1 دوت وجبت اكس 2 دوت، ناقص اجيب الاكس 3 هتتجاب برضو زي اللي قبلها من هنا واحده واحده كده. البلوك ده بيقول ايه؟ ان الاي اي ده مضروب بيساوي
بلوك ده مضروب في الفي اي ناقص الاي بي، يعني بيساوي واحد على ال اي اس ار اي زائد ار اي مضروب في في اي ناقص اي بي. نرجع تاني، يبقى الاي اي اللي هو الاكس 3 هيساوي اي ناقص سوري في اي ناقص اي في ناقص الاي بي على ال اس زائد ال ار اي. هضرب ال ال اي اس في الار اي في الاي اي، يبقى ال اي اس اي اي زائد ار اي في الاي اي هتساوي في ناقص اي بي. جميل جدا. اس في اي اي ده الاي اي دوت تساوي الفي ده الانبوت ناقص اي اي ار اي ناقص اي بي، وهنقسم هنا على ال اي على ال اي على ال اي. النقطة ده الانبوت ودي اكس 3 ودي اكس 3 دوت، لكن الاي بي دي مش ستيت فاريبل عندي، ممكن يبقى ليها علاقة بالستيت فاريبل. ازاي؟ عن طريق المعادلة بتاعت ان اي بي هتساوي كي بي في الثيتا دوت اللي هي الاوميجا. يبقى اذا انا اقدر اشيل دي خالص، واقول ان هي هتساوي كي سوري هتساوي كي بي ثيتا دوت، وثيتا دوت في الحالة دي هي ايه؟ اكس 2 اكس 3. يبقى ممكن اقول ان اكس 3 دبل دوت هيساوي سوري اكس 3 دوت هيساوي 0 في اكس 1 ناقص كي بي على ال ايه اكس 2 ناقص ار اي على ال اي اكس 3 بلس 1 على ال اي في اليو. وادي تالت ستيت ايكويشن. يبقى بالتالي طلعت ستيت ايكويشن فور اكس 1 واكس 2 واكس 3 اللي هم المفروض طالعين في السلايدز بالشكل ده. لما اجي احطهم هحطهم فين؟ في 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 ماتريكسز، عشان هما تلات معادلات تلات مجاهيل. ادي الاكس دوت واحد تلاتة في واحد، وادي الاي ماتريكس، وادي الاكس، وادي البي، وادي ال، وادي اليو. هنلاحظ ايه بقى؟ ان الفي اي هيقدر يعمل كنترول على اكس تلاتة اللي هو ايه؟ اي اللي هو هيبقى اي 3. لكن مش هيقدر يعمل كنترول لا على اكس 2 ولا على اكس 1. بس اكس 3 واكس 2 هيأثروا على اكس 2 دوت. لكن اكس واحد مش هيأثر لا على اكس اتنين دوت ولا على اكس تلاتة دوت ولا على اكس واحد دوت. اكس اتنين هو بس اللي هيأثر على اكس واحد. اكس واحد ده اللي هو ايه؟ ثيتا اللي هو الاوتبوت بتاعي. جميل. كل variable من دول ليه response.
الريسبونس الوحيد اللي بشوفه وبعرف اقراه اللي هو الاوتبوت بتاعي اللي هو الثيتا. عشان كده بتبقى الاوتبوت ايكويشن لاوتبوت ماتريكس اللي هي الواي بتساوي ثيتا على طول، اللي هي اكس 1 اللي هي تبقى 1 0 0 واكس 1 اكس 2 اكس 3. ده الموديل بتاع الموتور. طيب نفرض ان انا ما عنديش معلومة عن السيستم اللي عندي، بمعنى